الحراره الحراره واش الحراره للوليده عندك تكون ديزا وتعرى شي واحد مريض لا وحنا رجال حنا والدنيا خاويه وغايه لا بلاصه الحراره لا السرعه هذه راه حد ذاتك يعاقب على شو الظروف اللي عندي انا عايش خارج الدار عندي علاش ما لاقيش راح يفيد البلاد يا اخويا كاين مع الدار الاول الدار اللي يجي عندي بالرباط راح حبيه وبلا دول قال لي خرج لي بلاد غادي نشرب ظروف خويا هادي هما كنحسبو خويا انت دابا قالوا لك عيب حتى تما في الدار حنا راه كانوا يتبعونا والدينا والمشكله ما كنا كنكلو ما كنشربو خويا خلاص خويا اش بالدار شي غير تعاود واحد الدري بوامبي بوامبي ابو ماهي اللي تعرفه بوم الدري شو عنده شي دري بوامبي هو اللي شاري الغدا مع عنده داك الشيء غادي جاي جري عليهم هو ويا جري على هذاك ولدو جري عليه خدام دابا اش يوقع لي يا اخوان ولا عادي يلاه جيت من الطاج كنت بغيت نشري الريسك يلاه جي سول وعادي هادشي امور عاديه حنا دابا دابا كتسحب راسك دابا كتسحب راسك بوحدك وكلشي احنا حتى حنا وقعت لينا ها هو كيعاود ما كاينش شي واحد اللي كيعزل با الله يرضي عليك الاخوان راه فاهمين كلشي راه متفاهمين انت دابا اختك تقول هادي عيسو التفاهم ما بينه وبين با الاخوان ما تديوش عليا الله يحفظكم صافي راه شافو كلشي شنو يديروا صافي انا تبقى دابا هذا ما مثلا تبقى الله يحفظ ما نتمنى تقول ديروا لي دابا راه تشوفوا غتزيد تكمل هاد التكمينه هو جوبني غتزيد تكمل حتى كنحكم سميت تو فينا عيد هذاك ولكن الوالد مسكين دابا شوف اش خايد واش كان بقى تكون ماشي في هاد الوضعيه هادشي اللي كيهضر بواحد اخر ولكن حتى الله يعني تتصرف اخوان ديروا الموضوع وديروا عارفين غادي نريح انا وياك ونبقى بعيد عن الوالد وهالوالد عطيتو حيت داكشي تا هو الحماق لا مخبانا ما ربانا الوالد عفاك بالله لا ربانا الوالد بحال ما كيبان يشوف وعلاش طماع طماع باغي يكون دكتور باش يدير عيق على بعض الله راه ولدنا راه داير هادي لا انا بغيت نكون كيف بغيت نكون انا اش كيف كون يكون ولكن انا عايش حياه ديالي بوحدي اختاريتها وما فاهمينيش وما فهموش من جديكم قلت على راسي مع راسي قلت علاش ما يكونش ولا يوقفوا معايا ويمشوا معايا في المصابحه يقولوا ولدنا تبارك الله عنده واحد الموهبه وهذه علاش ما تعرفيش حد حتى هادشي شد السلبيات من الحال شد الايجابيات تاعو اخر شوف راه كاينين الملوك ما عايشينش عايشه الملوك هازين هم ديال الدوله وهازين هم ديال الشعب وهازين بزاف مازال وكيتمنى لو كو كان عنده بويت وعنده واحد الراتب وينعس حتى هو مع الناس راه ما كاين الناس ما نعساش هو شتينا نقول لك راه كاين الناس ما نعساش باش تامنك حتى وباش دير بعد ولكن انا نستغل الحياه نستغل ما هو اجمل في الحياه دابا حتى الكوال اش كيقول كيقول خلوناش عيشوا والله يرضي عليك والله يرضي عليك عيط كيف سوري يا ملون تفاداو تفاداو الله يرضي عليك سير مع الاصدقاء ديالك تفاداو واش كدير عادي لي فلور ومشي للباج فاش كنا وعاد كلشي مسكين وغادي يبقى هادشي تعاود الله يسمك الله اسامه اسي اسامه يبقى هادشي خويا في بومبيرا ستراج وشوف هادشي غيبقى تعاود غدا ولا تغدا غيحل لك الله وغترسم قدامك الحياه من واحد المرسوم وغتقول الوالد مسكين كان وجهه باك دابا باك دابا يشوف انسان واصل فهمتيني اسال انسان مسؤول انا كاين ما عطيناش هاد ما عطيناش واصل لا تعطي هذا ما عطاني انا ما عطانيش اصبر 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 هادو الولاد هذا ما عطانيش انا شفتو في قلبي ما عرفش ممكن نمشي ديكسي عشان المزيكا ديالي عشان صبر نصيحه خلينا من محفوظه ولا شي حاجه مزيكا بوحد جيبي هذيك نشوفوها ان شاء الله مع الوقت وغادي يكون ايه هو دابا ماشي عامل قالوا نكون